السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام. من الزجاجي وما مذهبه النحوي وما مكانته العلمية؟ ما آراء الزجاجي النحوي التي انفرد فيها عن النحويين؟ وما آثار الزجاجي العلمية؟ وما أهمية كتابيه الجمل في النحو والإيضاح في علل النحو؟ وما منهجه وأسلوبه في تأليفهما؟ سنناقش إذن مشاهدينا الكرام في حلقة هذا الأسبوع من لسان العرب بعنوان الزجاجي شيخ العربية، فكونوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إذن في لسان العرب، وموضوعنا هذا الأسبوع بعنوان الزجاجي شيخ العربية. نرحب بضيفنا الأستاذ الدكتور حمدي بخيت، أستاذ اللغة العربية في جامعة غرسون التركية، حياكم الله ومرحبا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا. ونرحب أيضا مشاهدينا الكرام بضيفنا عبر سكايب من الدوحة الدكتور صائل شديد، أستاذ اللسانيات في جامعة قطر، حياكم الله دكتور. أهلا وسهلا بكم. إذا نبدأ دكتور حمدي، حدثنا متفضلا عن الزجاجي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، شيخ العربية أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي البغدادي، لقبه الزجاجي نسبة إلى شيخه الزجاج. الزجاج نعم، أبي إسحاق إبراهيم بن السريس الزجاج، المتوفى سنة 310 و300 نعم، نعم من الهجرة. ولد الزجاجي بنهاوند، هي بلدة عظيمة من بلاد الجبل وجنوبي همذان، وقيل ولد في مدينة صيمرة، لكن الكثير يقول بأنه ولد في نهاوند من بلاد فارس يعني. نعم، جنوبي همذان. نعم قريبا كانت تسمى كلها بلاد فارس قديما. صحيح، من خير الآن يعني. لكن هو البغدادي لأنه نشأة ودارا نعم، لأنه يعني ولد فيها وابتدأ ثم انتقل إلى بغداد. يعني نشأ في نهاوند ثم انتقل إلى بغداد. نعم، لينهل من حلقات علمائها. ومعلوم بأن بغداد صارت حاضرة العالم الإسلامي بعد البصرة والكوفة. صحيح، خلفتهما وصارت هي المدينة العلمية التي يذهب إليها أو يقصدها العلماء. ثم في بغداد قرأ على الزجاج ولزمه حتى نسب إليه. معلوم بأن الأنساب يعني كان مشهور بها العرب. نعم، أما غير العرب فكانت أمورهم العلمية تغنيهم عن نسبهم. صحيح، نعم. وهذا من الأمور الشريعة يعني. العالم إذا بلغ الإنسان درجة عالية من العلم تفوق النسب، يعني تجعله إن تقدم إلى يعني تقدم إلى أسرة شريفة أو كبيرة ليتزوج منها يزوجونه لعلمه، لعلمه لا لنسبه، لنسبه، لأن العلم يفوق النسب. صحيح، نعم، أو سد مسد النسب. نعم. ثم فارق بغداد وانتقل إلى الشام، أقام مدة في حلب ثم سافر إلى دمشق وأقام فيها يدرس في جامع بني أمية، الجامع الأموي المعروف. نعم، ويملي على طلابه. وأجمع من تحدثوا عن الزجاجي أنه كان ورعا تقيا، وكان ثقة يؤخذ عنه الحديث ويتردد اسمه في الأسانيد. قال الحافظ ابن عساكر: وحدث عن جماعة وأسند كثير حديثا كثيرا، وروى ابن عساكر أخبارا كثيرة، كان للزجاجي في أسانيدها نصيب كبير. وهذه منزلة عالية طبعا، لأن أهل الحديث لا يقبلون من أي أحد إلا ثقة. نعم، نعم. توفي في طبرية من بلاد الشام سنة 37 بعد 300 من الهجرة، وهذا هو أرجح الأقوال كما قال ابن خلكان، وقيل سنة 39 بعد 300 أو 40 بعد 300، يعني لم يعمر أصلا هو طويلا. نعم، نعم، نعم. إذن دكتور صائل حياكم الله مجددا، من شيوخ أهلا بكم، من شيوخ الزجاجي ومن أبرز تلاميذه؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
معروف أن للزجاجي شيوخ كثيرة، فقد تلمذ الزجاجي لمشاهير علماء عصره، ومن أشهر شيوخه ابن كيسان أبو الحسن محمد بن أحمد بن كيسان، وهو من المدرسة البغدادية. وكان ابن كيسان يجمع بين مدرستي الكوفة والبصرة. هذا ابن كيسان كان يجمع بين مدرستي الكوفة والبصرة. وهناك الحامض أبو موسى سليمان بن محمد بن أحمد الحامض، وهو كذلك من المدرسة البغدادية، لكنه أي الحامض كان متعصبا للكوفيين. ابن الحامض أو الحامض كان متعصبا للكوفيين. كوفي الهوى كان يعني. نعم كوفي الهوى. نعم. وهناك الطبري أبو جعفر أحمد بن محمد بن رستم الطبري. نعم. وهو من مدرسة البصرة، ولكن انتبه معي، كان في القراءات يتبع مدرسة الكوفة. نعم. أما في النحو فيتبع مدرسة البصرة. نعم. نعم. وهذا الأمر جعل يعني الزجاجي يتأثر بهذا الأمر. وهناك طبعا شيخه الزجاج وهو الأبرز، يعني أبرز شيوخه. نعم. صاحب معاني القرآن وإعرابه. وإليه طبعا نسب الزجاج كما قال زميلنا الدكتور. وهناك ابن السراج أبو بكر محمد بن السري ابن السراج. وهو كذلك من المدرسة البغدادية، إلا أنه كان يوازن بين مدرستي الكوفة والبصرة، لكنه يميل إلى مدرسة البصرة أحيانا. نعم. وهناك ابن شقير أبو بكر أحمد بن الحسن بن العباس، وهو نحوي. وهناك ابن دريد أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي. وهناك أبو بكر الأنباري أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري. ولا ننسى الأخفش الأصغر. الأخفش الأصغر كان. نعم. أبو الحسن علي بن سليمان. نعم. وكذلك لا ننسى أن للزجاجي تلاميذ كثر. فقد تلمذ للزجاجي كثيرون وانتفعوا بعلمه، من هؤلاء عبد الرحمن بن عمر بن نصر، وأحمد بن محمد بن سلامة، وأحمد بن علي الحلبي، وأبو الحسن السبتي، وأبو بكر أحمد بن محمد بن سلمة النحوي، وأبو علي الحسن بن علي السفلي. إذن هناك تلاميذ كثر للزجاجي. إسحاق بن أحمد الطائي أيضا. نعم. هناك طبعا أبو يعقوب إسحاق بن أحمد الطائي وغيرهم من العلماء الأفذاذ الذين تتلمذوا ودرسوا على الزجاجي. نعم. إذن من هنا دكتور حمدي، ما مذهب الزجاجي النحوي؟ معلوم بأن بغداد قد خلفت البصرة والكوفة، وكان آخر علماء البصريين من النحاة المبرد، وآخر علماء الكوفيين في النحو ثعلب، والذين تلمذوا لهذين العلمين صار العلماء يسمونهم بالمدرسة البغدادية. لكن هذه المدرسة لم يكن جميعهم على نسق واحد، وإنما كان منهم من ينحو إلى أهل البصرة كثيرا، ومنهم من ينحو إلى أهل الكوفة كثيرا. والزجاجي تلميذ الأستاذ الأشهر له وهو الزجاج. والزجاج تلمذ لثعلب أولا، ثم تبع المبرد، وكان يميل إلى البصريين كثيرا فتبعه، وكان يميل إلى البصريين كثيرا وإن أخذ ببعض الأمور الكوفية. فمثلا يعني الذين كانوا يميلون إلى البصريين كثيرا كانوا يعني يعبرون عن أنفسهم، يقول قال أصحابنا. نعم، على يعني يقصد البصريين. المقصود بالبصريين في هذه الفترة أي الذين يميلون إلى أهل البصرة كثيرا. لم يكن الأمر خالصا، لأنه لازم فيه أمور كوفية. صحيح. نعم. ومع متابعته للبصريين كان نجده يستخدم بعض المصطلحات الكوفية مثل الخفض. الخفض. نعم. الخفض مصطلح كوفي يقابل الجر عند البصريين. مثلا الفعل المسمى بالدائم، هذا مصطلح كوفي هو على الحال يعني. نعم. نعم. اسم الفاعل يعني فعل ماض وفعل مستقبل وفعل في الحال يسمى الدائم. نعم. هذا مصطلح كوفي. النعت
اللي يساوي الصفة عند البصريين. ما لم يسمى فاعله يسمي يساوي المبني للمجهول. مجهول يقولون ما لم يسمى فاعله أو المبني للمفعول. للمفعول صحيح. نعم. الجحد الذي يقابل النفي عند البصريين. وله اجتهادات الزجاجي. آراء خاصة. نعم آراء خاصة هي اجتهادات منه. يعني كان يقول يجعل كان وأخواتها حروفا. يقول باب الحروف التي ترفع الأسماء وتنصب الأخبار وهي كان وأمس وأصبح إلى آخره. ليست أفعالا ماضية ناقصة. نعم. أدوات الشرط أيضا عنده حروف. ويقول وحروف الجزاء إن ومهما وحيثما وإذما وكيما وكيف وكيف وكيفما إلى آخره. يجيز إعمال إن وأخواتها مع دخول ما الكف عليهن. يعني الأصل ليت إنما مثلا يجوز الإعمال والإهمال مع ليت والباقي تهمل. إنما المؤمنون إخوة. نعم بالإهمال. لكنه كان يجيز الإعمال وأعمال إن وأخواتها مع دخول ما الكف عليهم. سوى عنده اسم المتصرف ليس ملازما للظرفية كما يرى سيبويه والجمهور. يعني ابن هشام في المغني يقول وتقع هذه صفة واستثناء كما تقع غير وهو عند الزجاجي وابن مالك كغير في المعنى والتصرف اللي هو سوى. نعم. فتقول جاءني سواك بالرفع على الفاعلية ورأيت سواك بالنصب على المفعولية وما جاءني أحد سواك بالنصب والرفع وهو الأرجح. وعند سيبويه والجمهور أنها ظرف مكان ملازم للنصب. لا يخرج عن ذلك إلا في الضرورة. لكن عند الزجاجي هنا متصرفة. متصرفة وعند ابن مالك كذلك. عند ابن مالك نعم. هكذا. إذن دكتور صائل ما مصنفات الزجاجي وهي كثيرة يعني أبرزها؟ نعم للزجاجي مصنفات كثيرة جدا. فقد ترك الزجاجي كثير من المصنفات في علوم العربية المختلفة. وقد أوردت كتب التراجم أسماء تلك المصنفات. نعم. من هذه المصنفات نذكر بعضا من هذه المصنفات. الإبدال والمعاقبة والنظائر. وهذا الكتاب يبحث في تبادل الحروف بعضها مع بعض وتعاقبها وتناظرها. وقد حققه الأستاذ عز الدين التنوخي. طبعا نشره المجمع العلمي العربي بدمشق. دمشق. وهناك أخبار أبي القاسم الزجاجي مرويات. هذه مرويات يحدث بها عن شيوخه في مسائل متفرقة من اللغة. وقد حققه عبد الحسين المبارك. نشرته دار الرشيد في بغداد. نعم. في بغداد. وهناك كتاب الإذكار بالمسائل الفقهية وهو 15 مسألة نحوية تتصل بالفقه. تتصل بالفقه. وهذا يدل على أن الزجاجي كان كذلك يهتم في الفقه وله مشارب كثيرة في العلم. صحيح. وقد نقلها السيوطي في الأشباه والنظائر في النحو. هذه المسائل الفقهية. نعم. وهناك عنده كتاب اشتقاق أسماء الله الحسنى. يبحث الزجاجي في هذا الكتاب في اشتقاق أسماء الله تعالى. وهي 99 اسما. وكلها مستقاة من القرآن الكريم. وقد اجتهد الزجاجي في عرض أقوال العلماء. وهذا يدل على سعة علمه في اشتقاق كل اسم منها. واستشهد على هذه الأقوال بالكثير من الشواهد الشعرية وأمثال العرب وأقوالهم وحكمهم. وهذا يدل من أثر المدرسة الكوفية على الزجاجي. كانوا يهتمون كثيرا بالشواهد. وهو كثير الاستطراد في كتابه. كثير التطرق إلى مسائل النحو والصرف فيه. حقق هذا الكتاب الدكتور عبد الحسين المبارك ونشرته مؤسسة الرسالة في بيروت. نعم. وهناك طبعا طبعات أخرى لهذا الكتاب. وهناك كتاب الأمالي. أمالي الزجاجي هي مجموعة أخبار ينتقل القارئ فيها من تفسير آية من القرآن إلى خبر تاريخي ومن شعر ابن أبي ربيعة إلى رثاء ابن أبي داود. متنوعة يعني موسوعة. نعم متنوعة جدا. ولكننا نلحظ أن النزعة اللغوية غالبة عليها. غالبة عليها النزعة اللغوية. نعم.
يجب أن ننتبه إلى ذلك. نعم. هذا الكتاب حققه الأستاذ أستاذنا الكبير رحمه الله عبد السلام هارون. الله يرحمه. نشرته المؤسسة العربية الحديثة بالفجالة بالقاهرة، وكذلك دار الجيل نشرت هذا الكتاب. نعم. وهناك كتاب الإيضاح في علل النحو. نعم. من أهم الكتب هذا. وهذه وهذا من الكتب المشهورة عن السجاجي. ألفه السجاجي قبل كتاب الجمل. هذا كان الإيضاح قبل كتاب الجمل. نعم. وهو كتاب يدرس فيه الزجاجي التعليل النحوي. وقد حققه الدكتور مازن المبارك. نعم. طبع في القاهرة ونشرت دار النفائس في بيروت الطبعة الثانية، وأظن كذلك الطبعة الثالثة. نعم. وهناك كتاب تفسير رسالة أدب الكاتب لابن قتيبة. نعم. حققه الدكتور عبد الفتاح سليم. نعم. نشره معهد المخطوطات العربية بالقاهرة. وهناك كتاب الجمل في النحو. الجمل وهو الأهم. نعم. وهو من أشهر الكتب عند الزجاجي. وفي تأليفه لهذا الكتاب يدل على سمت إيماني للزجاجي. نعم. فهو كتاب في النحو واسع الشهرة. نعم. صنفه الزجاجي بمكة. وهي مبارك يعني في بيت الله مباركة. حتى طار ذكره بين الناس. وأكثر من استعماله ودراسته. حتى أنهم ألزموا أنفسهم حفظه ودرايته. وعولوا عليه في دراسة النحو العربي، حتى طبعا ظهر الفارسي وابن الجني فشغلهم بكتبهما. نعم. لقيمة هذا الكتاب أهمية. نعم. ازدحم العلماء على شرحه والتعليق عليه، حتى وضع له في المغرب 120 شرحا قال عنه القطي، وكان إذا فرغ من باب طاف به أسبوعا. والقصد به طاف يعني في حول الكعبة. حول الكعبة. نعم. نعم. ودعا الله أن يغفر له وأن ينفع به قارئه، فلهذا انتفع به الطلبة. مبارك. نعم. كتاب مبارك. نعم. وقيل إنه كان لا يكتب أي مسألة في هذا الكتاب إلا على طهارة، وهناك كتب كثيرة منها اللامات، ولكن نتوقف الآن وإياكم مشاهدينا الكرام مع فقرة ديوان العرب، ستكون هذا الأسبوع مع عمر بن أبي ربيعة شاعر الغزل الصريح. عمر بن أبي ربيعة شاعر الغزل الصريح، من سادات بني مخزوم ومن أكبر بيوتات قريش نشأ، ومع المثالب التي سجلت على غزله غير العذري، لكنه استطاع أن يرسم لنفسه صورة شعرية فريدة، ومن ذلك رأيته الشهيرة: أمن آل نعم أنت غاد فمبكر، غداة غد أم رائح فمهجر، لحاجة نفس لم تقل في جوابها فتبلغ عذرا والمقالة تعذر، تهيم إلى نعم فلا الشمل جامع ولا الحبل موصول ولا القلب مقصر، ولا قرب نعم إن دنت لك نافع، ولا نأيها يسلي ولا أنت تصبر، فيا لك من ليل تقاصر طوله وما كان ليلي قبل ذلك يقصر، فحييت إذ فاجأتها فتولهت وكادت بمخفوض التحية تجهر، فقالت لأختيها أعينا على فتى أتى زائرا والأمر للأمر يقدر، فأقبلتا فارتاعتا ثم قالتا أقلي عليك اللوم فالخطب أيسر، فقالت لها الصغرى سأعطيه مطرفي ودرعي وهذا البرد إن كان يحذر، يقوم فيمشي بيننا متنكرا فلا سرنا يفشو ولا هو يظهر، فكان مجني دون من كنت أتقي ثلاث شخوص كاعبان ومعصر، فلما أجزنا ساحة الحي قلنا لي أما تتقي الأعداء والليل مقمر، وقلنا أهذا دأبك الدهر سادرا أما تستحي أو ترعوي أو تفكر، إذا جئت فامنح طرف عينيك غيرنا لكي يحسبوا أن الهوى حيث تنظر.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في لسان العرب، وموضوعنا هذا الأسبوع الزجاجي شيخ العربية. دكتور حمدي، إذن تحدث الدكتور صائل قبل فاصل ديوان العرب عن أبرز كتبه، وبالتأكيد من أبرز كتبه كتاب الجمل في النحو. حدثنا عنه تفضلا دكتور باختصار. نعم، هذا الكتاب كتاب تعليمي وضعه الزجاجي، وكما ذكر أخونا الفاضل بأنه كان يعني إذا ما كتب شيئا طاف بالبيت. نعم، وكان لا يكتب شيئا إلا على طهارة. لذا بارك الله فيه وكانت له شروح كثيرة. واهتم به أهل المغرب والأندلس كثيرا، أكثر من أهل المشرق. يعني نجد ابن عصفور وابن خروف وغير هؤلاء من الأفذاذ شرحوا كتاب الجمل، أبرزهم ابن عصفور. ابن عصفور نعم، مشهور أكثر من في شرحه. نعم صحيح. نعم. الكتاب ضم 145 بابا تناولت النحو والصرف والأصوات والتأريخ والضرورات الشعرية، يعني كتاب جامع. وكتبه بأسلوب سهل، أكثر فيه من الشواهد القرآنية وغيرها، ثم يأتي بعد ذلك بالقاعدة. وهذا الأسلوب الذي يأتي بالمثال أولا. نعم، بالمثال أولا ثم القاعدة بعد ذلك، وهو الأسلوب الأفضل الذي يقدمه التربويون في العصر الحديث على الأسلوب الآخر. يأتي بالقاعدة قبل المثال، ليجعل المسألة على الطالب، يجعل الطالب يستنبط القاعدة من 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 الشاهد أو من من النص الأدبي المذكور. صحيح. نعم، الأسلوب الكتاب أسلوب تعليمي وواضح فيه، يعني كقوله فافهم فقس عليه تصب إن شاء الله تعالى وما شاكل ذلك. وطبعا هذا الأسلوب يشهد بسهولة منهج التأليف في علم النحو والصرف عند المتقدمين. يعني النحو والصرف صار معقدا عند المتأخرين لكثرة أمور التعليلات والفلسفات والافتراضيات التي وجدت فيه، فتعقد الأمر على الدارسين. نعم، طبعا يأتي بالأمور، يخلط بين يأتي بالأمور الصرفية قبل الأمور النحوية أو لخدمة الأمور النحوية. أكذا. نعم، وبالفعل في بعض الأمور الأبواب، يعني مثلا عندما نشرح جمع المذكر السالم، الأصل أن آتي بالأسماء التي تجمع جمع مذكر سالما قبل أن أذكر إعراب جمع المذكر السالم. صحيح. عندما آتي بالمصدر لابد أن آتي بالمصدر وكيفية صياغة المصدر من الثلاثي أو من غير الثلاثي، ثم آتي بأعمال المصدر. عندما أتكلم عن أعمال اسم الفعل يكون هكذا. فهو يأتي بالأمور الصرفية خدمة للأمور النحوية. نعم. وإن كان أغلب الكتاب في النحو واهتم فيه بموضوع العامل. نعم. وأتى فيه بالموضوعات صوتية، ختمه بأمور صوتية كالإمالة والإدغام والإبدال والإعلال. طبعا لم يتعرض للأمور الافتراضية التي ذكرت في الإبدال والإعلال أو في الإعلال بالذات عند المتأخرين. نعم. وإنما كان يعرض للأمور السهلة اليسيرة التي يعني يفيد منها المتعلم. ووجد في الكتاب مع أنه للمتعلمين المبتدئين، لكن لم يجدوا أو يجدوا فيه المختصون ما يفيدهم منه. نعم نعم. أما في كتاب الإيضاح دكتور صائل، الإيضاح في علل النحو، حدثنا عنه متفضلا ويعني بإيجاز إذا سمحتم يعني بدقيقتين تفضل. نعم، طبعا هذا الكتاب يتألف الكتاب وهو كتاب الإيضاح من مقدمة صغيرة و23 بابا، يضاف إليها مسائل صغيرة متفرقة ألحقها الزجاج في آخره. نعم. أما مقدمة الكتاب فإنه يتحدث في صدرها مبينا ضرورة العناية بالكتاب. نعم. لأنه صورة لعقل صاحبه يعرضها على الناس. نعم. وهنا طبعا هو يبدو لنا تأثر في المدرسة الكوفية. صحيح. وهم توقون إلى نقده وإظهار مثالبه، فيقول على سبيل المثال: فحقيق على كل مستهدف عقله للناس ومعرض مقداره من العلم للمعايرة والموازنة بتعرضه بتصنيف كتاب في فن من فنون العلم، أي فن كان من جد وهزل، يعني أن يثابر على صون ما صانه طول عمره. نعم. ويستعرض بعد ذلك بإيجاز سبب وضع الكتاب وموضوعه، ويذكر المنهج الذي سيسلكه في بحثه.
وهنا تقدم في عملية البحث وفي عملية عفوا التأليف أن يضع مؤلف المنهج. وهذا كتاب أنشأناه في علل النحو خاصة والاحتجاج له وذكر أسراره وكشف المستغلق من لطائفه وغوامضه دون الأصول. ننبه على هذه القضية دون الأصول، لأن الكتب المصنفة في الأصول كثيرة جدا. صحيح. ويقول هو: ولم أرى كتابا إلى هذه الغاية مفردا في علل النحو. وهو كذا يقول مستوعبا فيها جميعها، وإنما يذكر في الكتب بعقب الأصول الشيء اليسير منها مع خلو أكثرها منها. يقول هو: ونضم إلى العلل بعد تقديمها مسائل مجموعة منثورة من سائر الحدود، ويذكر بعد ذلك مصادره التي اعتمد عليها في كتابه. فيذكر أنه استخرج العلل من كتب العلماء بعد بسطها وتهذيب ألفاظها وتقريبها، ومنها ما تلقنه من العلماء تلقينا ومشافهة مما لم يودعوه كتبهم ولا يوجد فيه البتة. وهذا من أثر المدرسة الكوفية الاعتماد على المشافهة. طبعا منها مسائل جرت بين النحويين ممن سلف في مجالس اجتمعوا فيها ختم بها كتابه، وأكثرها طبعا مما دار بين البصريين والكوفيين من خلاف مع احتجاجه للفريقين بأجود ما احتجوا فيه وما يوجبه القياس. وهذا فن جديد غير متحامل على أحد الفريقين دون الآخر، مع تأييد ذلك بالشواهد والبراهين الواضحة. نعم هكذا. طبعا وأما أسلوبه في معالجة موضوعات الكتاب فلا يقوم على التطويل بكثرة الروايات والاختلاف والأسانيد وذكر القائلين، بل هو أسلوب يؤثر الاختصار وترك الخلاف وإهمال السند وانتقاء أحسن وجوه الكلام إذا كان للمسألة وجوه بذكر العلل. نعم. عذرا مقاطعة دكتور، سأعود إليك مجددا الآن. إذا دكتور حمدي، أسلوب الزجاجي في كتاب الإيضاح ما أسلوبه؟ الكتاب يقوم على الجدال وعرض البراهين المختلفة لشتى آراء النحويين. كثيرا ما يتخذ الزجاجي في معالجة الأفكار طريقة السؤال والجواب، حتى إذا لم يجد سائلا يسأله تخيله وألقى السؤال على نفسه ليتولى الإجابة عنه. يعني نذكر مثالا من ذلك قوله في باب ذكر الفائدة في تعلم النحو، فإن قال قائل موضوع السؤال والجواب فما الفائدة في تعلم النحو وأكثر الناس يتكلمون على سجيتهم بغير إعراب ولا معرفة منهم به فيفهمون ويفهمون غيرهم مثل ذلك. يعني الأمور واضحة. فالجواب أن يقال: الفائدة فيه الوصول إلى التكلم بكلام العربي على الحقيقة صوابا غير مبدل ولا مغير، والأمر الثاني وتقويم كتاب الله عز وجل الذي هو أصل الدين والدنيا والمعتمد، الأمر الثالث ومعرفة أخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإقامة معانيها على الحقيقة، لأنه لا تفهم معانيها على صحة إلا بتوفيتها حقوقها من الإعراب. جميل هذا الأسلوب دكتور، والطريقة في السؤال والجواب. يقول سهل جدا تشد القارئ. نعم القارئ نفسه إذا وجد الأمر، وخاصة في الكتب الصعبة، على هيئة السؤال وجواب يكون بالنسبة إليه سهلا. صحيح. في عرضه لمسائل النحو وإراده آراء النحاة المختلف يبدأ بذكر رأي البصريين ويمثله غالبا قول سيبويه، ويتبعه برأي المخالفين، ثم يفصل حجج كلا الفريقين بادئا بحجج الأضعف ليختم الحديث بإقرار حجج الأقوى، أو يبدأ بحجج الأقوى ليختم بحجج الأضعف ليدحضها. أكيد. يعني نعم. طبعا فيه أمثلة كثيرة لهذا. نذكر مثالا من ذلك قوله في باب القول في الألف والياء والواو في التثنية والجمع، أهي إعراب أم حروف إعراب؟ يقول: اعلم أن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال. قال الكوفيون كلهم: الألف في التثنية والواو في الجمع والياء في التثنية والجمع هي الإعراب نفسه.
وقال المازني والمبرد والأخفش سعيد بن مسعدة: هذه الحروف دليل الإعراب وليست بإعراب ولا حروف إعراب. وقال الخليل وسيبويه ومن تابعهما: هذه الحروف الإعراب. ثم يبدأ ويقول: ونبدأ بذكر احتجاج مذهب مذهب وما له وما عليه، ونختم الكتاب بمذهب سيبويه وما احتج به له وعليه، لأنه عندنا هو الصواب دون غيره إن شاء الله. هذا المثال. طبعا الزجاجي ينتقي من أدلة النحاة أصلحها وأصوابها، لأنه لم يكن محبا للإكثار ومن غير طائل، يعني يطلع ويوازن ثم لا يذكر إلا ما يراه العلة الشافية والجواب السديد. نعم. إذن دكتور صائل، ما أقسام العلل في كتاب الإيضاح وباختصار لو سمحتم؟ إن شاء الله. نجد عند الزجاجي عللا تعليمية وعللا قياسية وعللا جدلية نظرية. إذن عنده علل تعليمية وعلل قياسية وعلل جدلية نظرية. أما التعليمية فهي التي يتوصل بها إلى تعلم كلام العرب، لأننا لم نسمع نحن ولا غيرنا كل كلامها، منها لفظا طبعا من ناحية لفظية، وإنما سمعنا بعضا منها فقسنا عليه نظيرة. مثال ذلك أن لما سمعنا قام زيد فهو قائم وركب فهو راكب، عرفنا اسم الفاعل فقلنا ذهب فهو ذاهب وأكل فهو آكل وما أشبه ذلك، وهذا كثير جدا. ومن هذا النوع من العلل قولنا إن زيدا قائم، فإن قيل بما نصبتم زيدا قلنا بإن، لأنها تنصب الاسم وترفع الخبر. صحيح. وكذلك قام زيد، إن قيل لما رفعتم زيدا قلنا لأنه فاعل اشتغل فعله به فرفعه. فهذا وما أشبهه من نوع التعليم وبه دعم تعليم وبه ضبط كلام العرب. أما العلل القياسية فهي العلل الثواني التي تأتي وراء العلل الأولى، كأن يسأل سائل عن العلة في نصب إن لفظة زيد في قوله إن زيدا قائم، فيجيب النحاة، النحاة يجيبون بأنها وأخواتها وأشبهت الفعل المتعدي إلى مفعول فحملت عليه فأعملت إعماله لما أشبهته، فالمنصوب بها مشبه بالمفعول لفظا. نعم. والمرفوع بها طبعا مشبه بالفاعل لفظا، فهي تشبه من الأفعال ما قدم مفعوله على فاعله، نحو ضرب أخاك محمد وما أشبه ذلك كثير في العرب. والعلل الجدلية والنظرية، العلل الجدلية النظرية هي العلل الثوالث التي تأتي وراء العلل الثواني. من ذلك أن يقال: فمن أي جهة شابهت هذه الحروف الأفعال؟ وبأي الأفعال شبهتموها؟ الماضية أم المستقبلة أم الحادثة في الحال أم المتراخية أم المنقضية بلا مهلة؟ وحين شبهتموها بالأفعال لأي شيء عدلتم بها إلى ما قدم مفعوله على فاعله؟ نحو ضرب زيدا عمر. وهل شبهتموها بما قدم فاعله على مفعوله؟ لأنه هو الأصل وذاك فرع ثان. فأي علة دعتكم إلى إلحاقها بالفروع دون الأصول؟ أي قياس اضطرد لكم في ذلك؟ هذه العلة الجدلية ذلك من للأسف لم يتبقى وقت لكتاب اللامات وحتى كتاب الإبدال والمعاقبة والنظائر. في ختام فقرة موضوع حلقتنا نشكر ضيفنا عبر سكايب من الدوحة الدكتور صائل شديد، أستاذ اللسانيات في جامعة قطر، حياكم الله، شكرا جزيلا لكم. حياكم الله. والآن مشاهدينا الكرام نبقى مع فقرة من الذاكرة بعنوان عمر بن أبي ربيعة. وجدتني مسرورا أيضا. قريب أن ينتشر سرور في هذا البيت. ولماذا؟ لأن شاعرنا وهند على جفاء دائمة. ليتني أعرف سبب هذا الجفاء. لأنه تجنى علي وخفض مكانتي في الإعراب. كيف؟ أنا مبتدأ
ومع ذلك جعلني وراء الخفر. كيف؟ متى؟ ماذا قال؟ قال يتحدث عن فتيات المدينة، فيهن هند. وهند لا شبيه لها في من أقام من الأحياء أو سار. المهم أن مطلع البيت فيهن هند، فيهن جار ومجرور متعلقان بخبر مقدم محذوف، وهند مبتدأ مؤخر. لما أخرني وخفض مكانتي؟ أجب أجب أيها المتهم. لكنني أدركت هفوتي فبادرت للقول وهند لا شبيه لها. الواو حرف عطف عطف الجملة على الجملة، وهند مبتدأ، وجملة لا شبيه لها في محل رفع خبر. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في لسان العرب. ها قد وصلنا إلى فقرة البيان القرآني، وعنوان هذا الأسبوع من المتشابه اللفظي في سورة النساء الجزء الثالث، نبدأ بعد هذا الفاصل. حياكم الله إذن مشاهدينا الكرام في البيان القرآني، ونبدأ من قوله تعالى: فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا، في النساء. وقال تعالى في التغابن: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. هنا دكتور، لماذا قدم الله جل وعلا في آية النساء قوله فمنهم من آمن به، وقدم في التغابن قوله فمنكم كافر؟ في سورة النساء الآية سبقت بالحديث عن سيدنا إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فناسبه تقديم قوله فمنهم من آمن به، بخلاف آية التغابن اللفظ فيها عام فقدم الأكثر على الأقل، والكفار أكثر من المؤمنين. نعم. أما في قوله تعالى مشاهدينا الكرام: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، في النساء. وقال تعالى في المائدة: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. هنا السؤال دكتور، ما الحكمة في تكرار قوله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول مع اختلاف الفاصلة في الآيتين؟ نعم، هنا لو نظرنا في الآية الأولى نزلت في أي فريق من الناس، والآية الثانية في أي فريق من الناس، لعرفنا أن الآيتين لا تكرار فيهما. الآية الأولى نزلت في المنافقين، لذا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول، يعني قالوا إن الآية الأولى في منافق ويهودي تخاصما وتحاكما إلى كعب بن الأشرف ورضي بحكمه. نعم، فالمراد بالآية المنافقون. نعم. أما الآية الثانية فهي في المشركين. فهنا ليس فيه تكرار، ليس هناك تكرار، لأن المقصود هنا غير المقصود هنا. الأمر الآخر الفاصلة طبعا تتناسب مع كل آية، مع المنافقين يصدون عنك صدودا، طبيعة المنافقين يريدون أن يذهبوا إلى أهل الكفر ليحكموا بينهم ويتركون حكم النبي صلى الله عليه وسلم وحكم الإسلام. الآية الثانية تحتاج، هؤلاء مشركون ويحتاجون أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، لأنهم مشركون، ليس عندهم كتاب، ليس عندهم أي شيء، بخلاف السابقين. نعم نعم. أيضا في قوله تعالى: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا، في النساء. وقال تعالى في سورة نفسها: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. هنا لماذا اختلفت الفاصلتين دكتور في الآيتين، مع أن المتقدم في الآيتين هو إخبار أخروي؟ نعم،
لو نظرنا في الآية الثانية، وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. هنا بدلا من أن يقول قيلا تساوي وعدا، يعني الأصل ومن أصدق من الله وعدا، فلم يؤتى بوعدا لعدم التكرار، لأنه معيب عند أهل العربية قيلا. نعم، ومن أصدق من الله قيلا أي وعدا. نعم. أما هناك حديثة الأولى حديثة، لماذا؟ لأنه تقدمها ما يستلزم هذا، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة، إخبار وحديث عن البعث بعد الموت، وإخبار أيضا عن عن قول منكر البعث، هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. فالإنباء هنا هو ذلك الخبر الصادق، فالإنباء عن البعث وعن مثل هذه الأمور ناسبه ومن أصدق من الله حديثا. نعم، لأنه خبر والخبر حديث. صحيح. نعم. أيضا في قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة في النساء. وفي الآية بعدها أيضا درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. هنا لماذا جاء في الآية الأولى بالإفراد دكتور درجة؟ نعم. مفردة، وجاء في الثانية بالجمع درجات. نعم. فيها توجيهات كثيرة، لكن نأخذ توجيها سهلا من هذه التوجيهات، بأن الآية الأولى في الدرجة في الدنيا، لأن المجاهدين يستوون في أخذ حقوقهم في الأمور الدنيوية، أخذ حقوقهم في الدنيا، يعني في الدنيا أمور السلب، يعني مثل لو أخذ الموضوع الغنائم تقسم بالتساوي على الجميع. صحيح. لكن في الآخرة تختلف عن هذا، درجات في كل واحد يختلف عن الآخر، له منزلة. صحيح. نعم، في مغفرة وفي رحمة وفي درجات لكل واحد، تضاعف الأجور أيضا. نعم، تضاعف الأجور، فدرجات في الآخرة، فناسبه درجات. هكذا. نعم. نعم. أيضا في آيات أخر قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا في النساء. وقال تعالى في الأنفال ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. وقال تعالى أيضا في سورة الحشر ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. هنا دكتور ما وجه فك الإدغام في سورتي النساء والمائدة يشاقق، وفي قوله تعالى أيضا في الحشر أدغمت، مع أن الفك والإدغام ليستا لغتين؟ صحيح، لغتين فصيحتان. فصيحتان. يعني الحشر أمرها سهل، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله بالإدغام، فأتى بعدها ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب للمناسبة. أما بالنسبة للفك ومن يشاقق الرسول في النساء، هنا أتى على الأصل، يعني قالوا قالوا في التوجيه قالوا الإدغام تخفيف، تخفيف وليس بالأصل، والأصل هو الأصل الفك، فك الإدغام، فك الإدغام يشاقق، فورد في النساء على الأصل. نعم، ولم يقترن به ما يستدعي التخفيف. وما دام أتى على الأصل يبقى لا سؤال عن ذلك. نعم. في سورة الحشر ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، معروف الحشر قلناها ذلك بأنهم المناسبة اللفظية مناسبة هكذا. أما في الأنفال ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، هذا إدغام. نعم. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، لماذا لم يحدث الإدغام في ومن يشاقي؟ أتى بعدها ومن يشاقق الله ورسوله. صحيح. هنا تنازع الأمر، تنازعه جهتان، الأمر قبل وأمر بعد. إدغام في القبل والعطف يستدعي الفك. يشق الله ورسوله. نعم. هذا يساوي الفك، الفك، فك الإدغام. فروعية ما بعده، يعني روعي موضوع، فالعطف هذا يعني ناسبه فك الإدغام، فك الإدغام. صحيح. نعم. روعي ما بعده. فقال ومن يشاقق الله ورسوله هكذا. نعم.
في دقيقة ونصف، آخر دقيقة ونصف دكتور، في قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصطحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. في النساء. وقال تعالى بعدها أيضا: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. هناك في السؤال الأول دكتور، لماذا جاء التعبير في الآية الأولى وإن تحسنوا وتتقوا وفي الأخرى وإن تصلحوا وتتقوا؟ الآية الأولى طبعا أتكلم عن زوج وزوجته حدث منها نشوز ولم يستقم أمر الزواج، فهنا لها أن تدفع مبلغا ويسرحها موضوع الخلع. الخلع يعني فهنا دعوة إلى الإحسان، حدث بينهم عشرة أمور فالدعوة إلى الإحسان أن وخاصة للزوج يعني يتنازل عن حقه بعض الشيء يكرمها يعني يحسن إليها. نعم وإن تحسنوا وتتقوا. نعم وتتقوا. أما الثانية في موضوع التعدد، معروف التعدد تعدد النساء يكون لضرورة ليس هو الأصل، الأصل واحدة. نعم التعدد هنا لازم من العدل، ولن تستطيعوا أن تعدلوا. نعم فلا تميلوا كل الميل. نعم هنا في فتذروها كالمعلقة، فالإنسان ممكن يفعل كل شيء لكن في شيء في القلب، صحيح الشيء القلبي لا يملكه، فكان بعد ذلك فإن الله كان غفورا رحيما على هذا الأمر القلبي الذي لم يستطع أن يوفيه، هو عدل في كل شيء إلا هذا الأمر القلبي، فنسبه فإن الله كان غفورا رحيما. هذا مناسبة في الختام أيضا، يعني إن الله كان بما تعملون خبيرا وإن الله كان غفورا رحيما. طبعا الله عز وجل عليم خبير بما يفعله الزوجان من الأمور، وأيضا فإن الله كان غفورا رحيما بما يحدث من أمور العدل بين الزوجات، تقصير من الزوج. التقصير هو التقصير هو لنقل بأنه رجل مؤمن تقي ورع وأدى كل الأمور الشكلية، صحيح، لكن الأمر القلبي لا يستطيعه، فهذا مرده إلى الله عز وجل، صحيح. فإن الله كان غفور رحيم. إذن في ختام هذه الحلقة مشاهدينا الكرام نشكر ضيفنا الدكتور حمدي بخيت أستاذ اللغة العربية في جامعة غيرسون التركية، حياكم الله، شكرا جزيلا لكم دكتور. فيكم وجزاكم الله خيرا. ومسك الختام سيكون مع فقرة سيرة عالم، اخترنا لكم هذا الأسبوع أبا القاسم الزجاجي صاحب الجمل والإيضاح. أبو القاسم الزجاجي هو أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي البغدادي دارا ونشأة، النهواندي أصلا ومولدا، كان إماما في النحو، وسمي بالزجاجي لأنه صاحب أبا إسحاق الزجاج العالم بالنحو واللغة فنسب إليه وعرف به، وسكن دمشق وانتفع الناس به وتخرجوا عليه. أخذ النحو عن محمد اليزيدي وابن رستم الطبري وابن دريد وابن الأنباري، وصاحب أبا إسحاق إبراهيم الزجاج وكان من خاصة طلابه، وروى عنها أحمد بن علي الحلي وعبد الرحمن بن عمر بن نصر. له عدد من المصنفات في اللغة والنحو، أبرزها كتاب الجمل في النحو، وهو كتاب نافع من الكتب المباركة لم يشتغل به أحد إلا وانتفع به، ويقال إنه صنفه بمكة، وكان إذا فرغ من باب طاف أسبوعاً ودعا الله تعالى أن يغفر له وأن ينفع به قارئه، ويقال إنه لم يضع مسألة فيها إلا وهو على طهرة، وقد شرح كتاب الجمل كثير من كبار النحاة. ومن كتبه الأخرى الإيضاح في علل النحو، شرح خطبة أدب الكاتب، وشرح أسماء الله الحسنى، والأمالي، وحروف المعاني، وكتاب اللامات. توفي أبو القاسم الزجاجي بدمشق وقيل بطبرية سنة 39 و300 أو 40 و300 من الهجرة.